أهم وظيفة للأهالي هي تربية الأولاد، وتربية الأولاد عبارة عن مهمة صعبة جدا جدا، وللأسف مع التحديات اللي إحنا بنواجهها حاليا بتكون أصعب وأصعب. مشاكل المجتمع كبيرة وأكبر من إنه الأهالي يقدروا إنهم يواجهوا هاي المشاكل على بدون ما يكون في دعم من المدارس. هاي المشاكل تبدأ بالمثلية وتتطرق إلى الإلحاد، وفي مشاكل أكبر وأكبر من هيك. فهاي المشاكل كلياتها موجودة عنا بالمجتمع وكلياتها بنواجهها. وجود المدارس الإسلامية ممكن أنها تكون جزء كبير كبير من الحل، جزء داعم للأهالي لحتى يقدروا يحافظوا على أولادهم وما يضيع تعبهم بالنسبة لتربية الأولاد بسبب المواجهات والتحديات اللي موجودة في المجتمع. لا إله إلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء من خبرتي كأم. وجود أولادي في مدرسة إسلامية ساعدني وأعطاني دفعة وأعطاني طاقة إيجابية إن أحافظ على أولادي، اللي أنا فخورة جدا جدا في وضعهم الحالي بعد ما تخرجوا من المدرسة ووصلوا بالجامعة، وحتى بعد ما تخرجوا من الجامعة وصاروا جزء من المجتمع اللي هو منفتح، بس هم محافظين على المبادئ والقيم اللي أنا ربيتهم عليها. شكرا يا ربي، شكرا حتى قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا فكرة بناء مدرسة إسلامية انبثقت معي من تجربة خاضها ابني ولما كان في يدرس في الصف السادس، وهو كان في مدرسة إسلامية في هذاك الوقت، عندما ذهبوا ليلعبوا كرة سلة مع مدرسة ثانية. عندما رجع وجه لي هذا السؤال بالإنجليزي وهو داد، Why don't we have a school like them؟ ومعنى هذا أنه لماذا لا يوجد عندنا مدرسة جميلة وحديثة مثل المدرسة الأمريكية التي ذهبوا إليها. كانت هذه عبارة عن بداية حلم، هذا كانت بداية حلم لي ولمجموعة من الأشخاص الذين واجهوا نفس المشكلة. يعني الواحد لما يصير أب يصير يفكر بأولاده، بعدين كمان الحمد لله يعني احنا نجحنا بالبزنس، فالواحد يصير يفكر كمان في رضاء ربه. واهم اشي في هذا الموضوع اللي هو اولاد البلد او اولاد المسلمين المتواجدين في هذا البلد. في دراسات عملت انه بعد الثيرد جينيريشن اللي هو ثالث جينيريشن يجوا على البلد، رايحين ينسوا دينهم وعاداتهم ولغتهم. فهذا كان هدف رئيسي بالنسبة إلي وللبورد ممبرز اللي عندي في المدرسة، إنه نحافظ على الدين الإسلامي وعلى عاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أكاديمية الشباب الأمريكية، أمريكانية أكاديمي أو آية، عبارة عن مؤسسة
إسلامية كاملة. هذه المؤسسة خرجت عن المألوف بالنسبة للمدارس الإسلامية الأخرى، خرجت على المألوف من ناحية التطور، من ناحية الحداثة، من ناحية الأساليب العلمية العالمية، من ناحية عدد الطلاب اللي موجودين في المدرسة، من ناحية حجم المدرسة، من ناحية البنى، من ناحية الخدمات اللي احنا موفرينها للطلاب اللي بتدعمهم بجميع الطرق، من الناحية العلمية النفسية الجسدية، وحتى من ناحية دعم الأهالي وتوفير فرص للأهالي لحتى يكون في بينهم وبين أولادهم تواصل يساعدهم على تربية أولادهم بشكل يتلائم مع الأصول والعادات والتقاليد، وأهم شيء الدين الإسلامي اللي هو الأسلوب الحياة اللي إحنا ماشيين عليه ونتمنى لكل أولادنا. فالنصيحة الأخيرة اللي أنا بقولها إنه توافر مدارس إسلامية، وهاي المدارس الإسلامية غير ربحية، فهي متاحة للجميع، عبارة عن فرصة يجب من جميع الأهالي اللي فعلا بدهم يحافظوا على أولادهم انتهازها، وربي يحفظ أولاد المسلمين جميعا ويسر الخير لنا جميعا. Thank you.